بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن البرنامج الحكومي الحكومة العراقية تقوم الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية متمثلة بمديرية الموارد المائية بتأهيل مشاريعها الروائية التي تخدم المناطق في محافظة نينوى، والذي يؤدي إلى دعم الاستقرار وعودة النازحين لمناطقهم. ومن ضمن هذه المشاريع هي مشروع زاب الإرواي. قامت مديرية الموارد المائية بتأهيل هذا المشروع من خلال تبطين القنوات الرئيسية، والمشروع عبارة كما قلنا عبارة عن قناة رئيسية بطول 13 كيلومتر، فبعد 13 كيلومتر القناة الرئيسية تتفرع إلى قناتين فرعيتين التي هي القناة الفرعية العليا والقناة الفرعية السفلى. القناة الفرعية العليا عبارة عن قناة رئيسية بطول 5 كيلومترات، والقناة الفرعية السفلى قناة فرعية رئيسية بطول 9 كيلومترات. قامت المديرية بتأهيل هذه المشاريع من خلال تبطين قنواتها وإضافة وإنشاء بعض المنشآت كجسور وقناطر وبوابات ونواظم التي تخدم المشروع. المشروع عبارة يخدم مساحة روائية قدرها 14,000 دونم، وهي من مشاريع 14,000 دونم وتخدم العديد من القرى، عشرات القرى. ويبدأ المشروع بدءا من محطة ضخ الزاب التي تأخذ مياهها من نهر الزاب الأعلى، والمحطة عبارة عن محطة كانت مترية، كان ضخات مترية عدد 5، لأن تصريف القناة الرئيسية 5 أمتار مكعبة بالثانية. فالمحطة كانت مصممة فيها 5 مضخات مترية تأخذ مياه من نهر الزاب الأعلى وتضخ إلى قناة الرئيسية للمشروع. كانت المحطة محطة بدائية بسيطة، فبعد تعرض المنطقة في سنة 2014 إلى الاحتلال من وسيطرة العصابات الإرهابية، المشروع تضررت أضرارا كبيرة، سواء كانت نتيجة الإهمال لهذه السنين أو الأضرار من خلال العمليات الحربية أو العسكرية فعليه قامت المديرية بعد تحرير محافظة نينوى بتأهيل هذا المشروع من خلال هذا البرنامج الحكومي الذي تمثل بتصليح الأضرار للتبطين المتضرر والإنشاءات المتضررة أو تبطين أو إعادة المحطة الرئيسية للمشروع، حيث قامت المديرية بتأهيل هذه المحطة من ضمن البرنامج الحكومي، إضافة إلى دعم المنظمات الإنسانية التي قدمت دعمها لتأهيل هذا المشروع. مدير الموارد المائية رئيس المهندسين عبد الجبار عبد الله الطحان، مدير الموارد المائية نينوى.